الإخوان كلهم، الإخوان المستشارين جميعين كلهم، والبلاد كلها عارفة المعاناة اللي كيعانيوها التلاميذ ديال الإعدادية هنا أو المدارس الابتدائية. لذلك السؤال خاصهم يوضعوه هما ويجاوبوا عليه هما. فوت كل ما هو سياسي، الصراعات والحزازات السياسية، وشوف المصلحة ديال الوليدات. راه كلهم راه جميع المستشارين الجامعيين راه كينتميو لهاد المنطقة، راه كاين اللي ساكن معاهم، راه كيشوف الحال ديال الآباء قبل ما يشوف الحال ديال الوليدات. ويعني صراحة إلا ما مشاوش معنا في الطرح راه غتبقى عندهم وصمة عار، والله يجعل ذنوب هذوك الوليدات على هاد الناس اللي كيجريو ضد هاد المصلحة هذه. السيد الرئيس، حضيتو متابعة إعلامية وازنة زائد ضغط ديال المجتمع المدني، شنو موقفكم؟ لا يسعني لا نتقدم الشكر للمجتمع المدني ديال ولاد حسين والاخوان، حتى المجتمع المدني ديال مدينه الجديده، يعني اللي تآزروا وتضامنوا بيناتهم، وصراحه كيشتغلوا ليلا نهارا باش. وكاين شي اخوان يعني في المجتمع المدني ديال ولاد حسين كيتصلوا بالاعضاء الاخرين وكيجالسوا معاهم وكيرغبوا، يعني هذه بادره تسجل في التاريخ ديال المجتمع المدني، اللي بالمناسبه كنحييهم على هذا الروح ديال المواطنه اللي فيه الخير لهذه المنطقه هذه. اخر نداء للمستشارين المتغيبين، نطلب منهم يجيو. نطلب من نور الدين مخير، راه رئيس الجامعه القرويه ديال ولاد حسين، حضيت بالثقه ديال مجموعه ديال الاعضاء، حتى الثقه ديال المواطنين. دونك راه حنا ما جيناش ما جبناش شي مشروع اللي غيرجع بشي حاجه خايبه للبلاد، راه جينا مشروع اللي غيعتق البلاد، جينا مشروع اللي يعني فيه الخير للمنطقه، فيه خير للوليدات. عار والله تعار يعني على عين بون بعض الحالات ما كتعرفش اش تقول. انا هذه ثلاث ايام انا كنكون بارك كنبقى ننسها، علاش؟ ما لقيتش الجواب. نداء المستشارين الجامعيين، 29 مستشار جامعي بما فيهم الاعداء السياسيين، بما ما كنقولش المعارضه، الاعداء السياسيين، الله يجزيكم بخير، القاعه مفتوحه، راكم استدعاء ديالكم، جيو بركم معنا، قنعونا، قنعوكم، خرجوا بواحد النتيجه، ونساو الصداعات، ونساو نمروا هذه النقطه مور الكرام، ونفرحوا بسميتو بالبروجي ديالنا، ونتبناوه كلنا. وانا مستعد، وكنقولها دابا، كنقولها في المنابر هذه، كنقول اسيدي انتوما اللي ما درتوش النصاب القانوني، الا جيتوا غدا وكان النصاب وداس النقطه، فانتوما اللي كتبناوا خروج المشروع لحيز الوجود.